السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم وحييكم أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامج نحن المستقبل ضمن الدورة 14 لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل. تنظم جمعية الإمارات للمسرحيين في دولة الإمارات برعاية ودعم والدنا الغالي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. تنظم ناشئة الشارقة المشاركة بناشئتها الموهوبين في مسرحيات احترافية ورائعة في هذا المهرجان المتميز. اليوم إن شاء الله كاميرا برنامج نحن المستقبل تتابع معاكم هذه المسرحيات الاحترافية. تعالوا نتابعها عقب الفاصل. نشأة الشارقة تحرص دائماً على إتاحة الفرصة لأبنائها في تقديم مواهبهم وعروضهم المسرحية لجمهور مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، واللي تعد نتاجاً لعام كامل من العمل الدؤوب والتدريب المستمر على أيدي كوكبة من نجوم الفن المسرحي في الإمارات والعالم العربي. ناشئة الشارقة اللي تتقدم الآن بالتوازي مع مهرجان الإمارات لمسرح الطفل هي نتاج عام كامل من البرامج والفعاليات والورش اللي تقدم لناشئة الشارقة بهدف تطويرهم وتأسيسهم واطلاعهم على كافة أنواع المسرح وفنونه، سواء من تمثيل درامي إلى خيال الظل والفن الإيماء إلى فنون العرائس وكافة أنواع المسرح. طبعاً نحن نهدف في مثل هذه البرامج إلى تطوير مستوى الناشئ في فن المسرح، وأيضاً زرع الثقة فيهم. مو بالضرورة أن يطلع كل واحد يدخل برنامج المسرح أن يكون ممثل مستقبلاً، لكن يكفي أن الأولاد مثل ما شفتوهم واقفين على المسرح بكل ثقة يعرضون أمام جمهور، هذه تبني عندهم ثقة شخصية في أنفسهم وعندهم ثقة في مواجهة أي جمهور، سواء جمهور مسرح أو أي جمهور آخر. العروض المسرحية تقدم يوميا على المسرح الخارجي في حديقة قصر الثقافة بالشارقة وسط حضور جماهيري مميز وعدد من المهتمين بالفنون المسرحية. والعرض المسرحي اليوم بعنوان رجل فقير، تأليف وإخراج الفنان سعيد سلامة. العمل عن طريق الإيماء اللي أعطيهم فكرة والفكرة نبنيها مع بعض، هني ساعدوا طبعاً وأنا ساعدتهم كثير كيف نبني الفكرة. جيت وكان في براسي فكرة رجل فقير اللي يبيع بالسوق ويشوف أحوال الرعية، أحوال الناس، أحوال الشعب، كل واحد عنده مزاج يختلف عن الآخر، واحد يأخذ شغلة، واحد يسرق، واحد يحسن، واحد يبيع، العامة. ف العرض استمر تقريبا هذا التدريب عليهم 3 أسابيع، وبالنسبة لي هذا إنجاز كبير. ليش؟ لأنه إجمالا لما نشتغل ونعمل مع محترفين العمل يستغرق لا يقل عن شهر،
حتى نخرج بنتيجة اللي مدتها تقريبا 37 دقيقة مثل اللي كان اليوم. والله نحن استفدنا كثير من الورشات، وهذا الناتج جاء من الورشات، وصراحة أنا أشكر ناشدة الشارجة أن خلونا نعرضه هني في تزامن مع مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، والحمد لله يعني قبل ما يشوفون العروض الكبيرة يشوفون هذه العروض ويشجعونا. وفريق العمل يعني فريق العمل كله من الناشئين، حتى منفذ الصوت منفذ الإضاءة من الناشئين. هاي بالبداية كانت ورشة، بس من كثر ما أن اجتهدنا نحن في الورشة حولناها لعمل، ونشكر إدارة الناشئة ونشكر أن خلونا نعرض هنا بالتضامن مع مهرجان الشرق الدولي للطفل. استفدت وايد أشياء، يعني الثقة ما كون خجلون، ويعني هي ممارسة، يعني هي هواية. أكد المختصين بأن عروض الناشئ المسرحية هذا العام تعتبر عروضاً مميزة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل اللي يحتفي بالمواهب في شتى الأعمار من الناشئ الموهوبين في مجال المسرح. من الأشياء الجديدة اللي جدت على المهرجان مشاركة الناشئة، بمعنى أن يقدم الشباب لأقرانهم من الشباب أو الناشئة، أو طبعاً حتى أصغر منهم في السن، إخوانهم الأصغر منهم، يعني في نفس التوقيت اللي يقدم فيه المحترفين طبعاً عروض خاصة بالأطفال. ناشئة الشارقة أضافت لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل رونقاً جديداً بتقديم مسرحيات مختلفة في الهواء الطلق وسط تفاعل وتجاوب الأطفال. فاصل ونعود. شكرا لكم اخواني اخواتي على متابعتكم لحلقتنا اليوم من برنامج نحن المستقبل، والحين حان موعد مسابقتنا وجائزتها بقيمة 500 درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام من تلفزيون الشارقة. سؤال حلقتنا اليوم يقول: متى أقيم لأول مرة مهرجان الإمارات لمسرح الطفل؟ وبهذا السؤال نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة اليوم من برنامج نحن المستقبل. نلقاكم على خير في حلقتنا القادمة إن شاء الله، ومع السلامة.